الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نعيش في فرضية الجهاد التي كتبها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في الثورة السورية. ندير دباباتنا في عمليات الجيش الحر، عمليات الاقتحام والمقاومة والتصدي للنظام المجرم الفاشي الباغي. معركة القصاص لشهداء مدينة طفس التي يقوم بها أبطال الجيش الحر، لواء فجر الإسلام ولواء شهداء اليرموك ولواء المهام الخاصة وكتيبة أبو ذر الغفاري واشتباكاتها الأعرف نوعها. دباباتنا ومضادات الطيران والهاون واشتباكات عنيفة تدور على رحى المخبر 27. الله أكبر والعزة لله. جهاد ونضال وكفاح في حوران في معارك التحرير التي انطلقت في حوران في كل نواحيها، من شرقها إلى غربها وشمالها إلى جنوبها. أبطال الجيش الحر على انتشار كثير وسيزيدون جدارتهم حتى يحرروا ما